مساء الخير الشباب، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده يا ربي. المهم اليوم ما صورت والو بصراحه في الصباح، لانه البارح بقيت مدني النعاس حتى شي 5 ونص الصباح او 6 الصباح. بقيت في الانستغرام تنتفرج في اللايفات، نتفرج، جيت نشوف لقيت صافي طلع قرب يطلع النهار، فما نعستش بكري. فشنو وقع؟ وضربتني الفايقه مع شي 11 الصباح، كانت جات سيرين حلات عليا الريدو. قلت لها عرفتي اش غديري؟ ردي داك الريدو وانا نعاود نرجع نعست. ما فقت حتى شي 2 ونص بحال هكاك ولا هادي، ولكن بصح ما عمري ما غنعاود هذيك التصحصيقه ديال نبقى فايقه يعني حتى شي 5 ونص الصباح ولا 6. ولكن اش غادي نديرو؟ هذا جهدنا على الانستغرام. بعد مرات كتبقي مقابلاتي كيخليك بلا نعاس. المهم منين فقنا بصراحه يعني ما صايبناش شي حاجه للفطور. البارح كنت منين انا فطرت مع رضا برا، كانت ماما وجدات الفطور ويعني كانت غير بوحدها، فداك الشيء الصراحه اللي بقى البارح هو اللي سخنا اليوم كلينا. انتم عارفين يعني باش نادم الضايع حرام. فاليوم عندي نهار زوين ونهار كبير ونهار مدخم ونهار غليظ كما كنقولوا. عقلت من قبل يومين درت واحد النداء، فين كداليدا فين كداليدا. فاليوم وصلت داليدا، عرفتوا؟ راه ما نعاودش ليكم. الفرحه فرحانين بزاف الحمد لله. منين جات حنا مولفينا في رمضان سبحان الله تتونسنا، وانتم عارفين رمضان تيبغي الجمعه. فمنين ساقت الخبر سيرين هذاك الشيء راه علاش جات تفيقني مع 11 الصباح، وهي تتقول لك فين الطياره فين طاطا فين الطياره فين طاطا، وليت تمشي تدق في الباب من الاول وتقول لي صافي هيا طاطا جات. عرفتوا حمقاتنا؟ ما وصلت داليدا وما جات عندنا للدار، صافي حتى هذا رجع لينا لهنايا. فدابا وصلت داليدا كما شفتوا، اجيو نشوفوا منين جات. راه صورتها شنو جابت للسيسي، داكشي على السيسي كتبقى واقفه كتسنى فيها حدا الباب، عارفه شنو كاين، عارفه شنو موصيها. دابا قبل ما كتمشي كتوصيها شنو تجيب ليها المره الجايه، يعني داكشي علاش ملي كتكون جايه صافي كتبقى تسنى فيها عارفه اشنو خاصو يجيها. المهم اجيو تشوفوا نرجع لكم من بعد. كتدق في الباب من اللور وكتقول لك طاطا. لا سخفتي فوري بهذا المطر. فين فطرتي؟ في الطياره. شوفي الاخرى كي لاصقه فيك العار. توحشتني. يلا وقفي طاطا خليها تدخل، يلا نزلي. الحمد لله على السلامه. كندير تقشير نجي نشوف. فاش اجي وريني؟ ازاي اختي خرجت من هادشي جبتو لك طاطا؟ داكشي علاش كتسنيا من الصباح؟ واو سيسي نايس. وا سيسي شوفي فيا زوينين. اسميتها هادي إلسا. شوفوا هاي 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 هاد إلسا كيشعل فيها الضوء داليدا. انا راه كنعرفوش لا انا برنسيسيه. بحال سيرين جبتها لك تشطح ديك. بيغوان ايوا. المهم ها الكيك عاود ثاني اللي وجدنا طافيين الضو. داليدا جايبه معها القهوه ديالها من المطار، وهي راه متبعه المسلسل ديال ملوك القدعانه. وبيني وبينكم زوينه البنات، اللي بغى يتبعوا راه كيكون في ام بي سي مصر كيديروه. قالت لي داليدا تا ام بي سي مصر نديروا لها الدعايه. معليش يلا كديري؟ شعرك مشاكك اسيسي؟ ها؟ وي غتقادي زعما؟ غتمشي تجيبي الكرسي؟ البنات داليدا دابا منين جات بغيت نوريكم واحد الكريمات بدات كتستعملهم. الصراحه لقات عليهم نتيجه واعره وزوينه، فوراتهم ليا. قلت لها راه انا غادي ناخذهم وقلت نشاركهم معاكم. المهم اول حاجه هدا يا سيسي، هدا يا بنتي، هدا هدا. المهم كتمسح بهذا ديال كارني زوين، قالت لك بزاف يعني زوين. وعندك هذا التقشير، هذا كديرو مره في السيمانه. ها هو البنات اللي بغات تصوروا اكريتين سميتو. هاد التقشير كديريه مره في السيمانه، زوين بزاف وما غاليش. ياك شحال خديتي؟ 20 درهم 25 درهم، دير شي 20 او 25 درهم اماراتيه ما يعادل 60 درهم مغربيه. هذا كيدار البنات غير مره اسبوعيا، زوين بزاف هذا يعني كتقشير. كتقشير
كيجد وكيجدد حتى الكولاجين. بصراحه هذا زوين بزاف يعني، حتى هي شكراتو جلا معوجها. وكاين كذلك هذا السيروم راكم عارفينو ديال فيتامين سي، حتى هو زوين بزاف. شنو اخر عاوتاني كاين؟ هذا هذا قالت لك مزيان بزاف للبشره. هذه السيمانه الاولى كديروها البنات نهار ويومين لا، والسيمانه الثانيه كتبقاو ديروه نهار ونهار لا. هذا زوين هذا الكريم، ها هو بس بالنسبه للبنات اللي باغيين يصوروه. حتى هذا زوين بزاف هذا اللوجه. وكاين هذاك خيم دو نوي، ها هو هذا ديال الكولاجين، حتى هو كتشكر فيه. الصراحه انا لقيت الفرق على الوجهها، فمنين سولتها جبدت لي هاد لاكام قالت لي راه زوينه ديال لوريال. ها هما بالنسبه للبنات اللي غيبغيو يصوروا لوريال، ها هو كيدير مكتوبه فيه كولاجين، هذا كديرو في الليل. وكاين كذلك هذا ديال تحت العينين ديال لا مارك لا روش بوزي، هذا ديال لاسترن حتى هو بصراحه زوين. شفتوها البنات؟ المهم درتو لكم هكا بالنسبه للبنات اللي باغيين يصوروه. وهذا كريم دو جور، حتى هو ديال لا روش بوزي، الصراحه هذا زوين بزاف. هذا يعني من شحال هذه كانت كديرو، كنت كنديرو معاه زوين، وفي نفس الوقت يعني كريم دو جور وفيه حتى الاس بي اف، شفتو فيه 30 ويعني وكيحيد لي طاش وبزاف ديال الحوايج. ها هو البنات صراحة يعني انا هي لقيت بانه البشره ديالها تبدلات على المره اللي فاتت بزاف، فهذا خطير. البنات اللي قلت لكم ديال هذا ديال التقشير زوين، فهي جبدت لي لاكام كلها دابا اللي ولات كدير، فقلت ضروري خصني نشاركها معكم شي حاجه زوينه البنات. فالمهم جربوها يعني البنات اللي عندهم وجههم عيان او اللي عندهم وجههم تيتقشر او فيهم ليطاش، فهاد لاكام راه زوينه. ها هي البنات، وانا حتى انا لقيتوني غادي نمشي ناخذها ان شاء الله باش نبداها، ولكن النتيجه اللي شفت على داليدا بصراحه عجبتني، فقلت ضروري خاصني نشارك معكم مادام شي حاجه فيها الاستفاده. ايوا المهم البنات شاركت معكم هذوك لي برودوي، بصراحه زوينين بزاف يعني. حتى انا علاش قلت نشاركهم معكم؟ لانه من بعد ما جات داليدا يعني باين الفرق بزاف في وجهها، صراحه عجبوني بزاف. فقلت لها وريني شنو درتي، فقالت لي راه بديت كندير واحد لاكام جديده، والصراحه يعني انه باين الفرق بزاف. فقلت لها صافي عطيني باش انا ناخذ عليها، وقلت في نفس الوقت نعطيها للبنات اللي تيسولوني انه كنقلب على الضوء يعني البشره ديالهم تعبانه هاد رمضان اولا باغيين يديروا التقشير او هادي. وكما شفتوا لي برودوي ماشي غاليين بزاف، اكثر هي داك ديال 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 التقشير يعني خداته غير تقريبا بشي 25 درهم اماراتي، ما يعادل 60 درهم مغربيه من الصيدليه. ايوا هادشي اللي كاين. فاحنا جالسين اليوم الماما دارت لينا السحور، عرفتوا منين دار رمضان البنات ما درناش طاجين، واليوم درنا الطاجين للسحور نصوروا لكم. ها انتما حيت البنات ماما تتصايب السحور قبل الفطور يعني كتوجدو كتخليه، ما كتبغيش حتى كيفوت الفطور وكتعطنا توجد السحور يعني من المغرب. هي مولفه هذه القضيه انه تطيب كل شيء قبل الفطور باش ورا الفطور بنادم باغي يصلي باغي يقرا القران باغي يرتاح، فكدير ديما السحور قبل الفطور. فحنايا هذا اول مره في رمضان اللي غادي ناكلو الطاجين، شحال هذه بصراحه ما كليناه من الفطور. ايوا المهم هادشي اللي كاين يعني هذا هو الفلوق ديالنا اليوم. كيف شفتوا ما كانتش فيه شي حاجه بزاف، صافي غير جلسنا ما درنا والو اليوم، فقلت غادي نشارك معكم داليدا جات. شفتوا هذيك النهار دات النداء ما ردتوش ليا في وجهي. فهادشي اللي كاين البنات، مازال ان شاء الله غادي نديروا فلوغات اخرين. وواحد الحاجه اخرى البنات، بغيت نشكر البنات كلهم اللي دخلوا عليا من عند رضا ولد الشينويه وداروا عليا واحد الهجوم، شكرا شكرا بزاف. ما شاء الله ما شاء الله هذوك الكم ديال الرسائل اللي من عند البنات، الله يحفظكم. مرحبا بكم في القناه عندي ان شاء الله، يعني نكونوا عند حسن الظن ديالكم، فمرحبا بكم في القناه. والناس القدام اللي معنا من شحال هذه كذلك انتم مرحبا بكم البنات. ايوا المهم هادشي اللي كاين، كنتمنى انه هاد الفلوق ديال اليوم يكون خفيف ظريف، اصلا ما فيه حتى حاجه مهمه الا دوك الكريمات راهم مهمين البنات. كنتمنى انكم تجربوهم، وراه خليت لكم باش لا بغيتو تصوروا. اكيد اي استفسار او حاجه راه كتصيفطوا لي على الانستغرام، راه كنرد عليكم البنات. فاي حاجه بغيتو تسولوا عليها خليوها ليا، وان شاء الله غدا غيكونوا فلوقات جداد يعني في رمضان مع داليدا. دابا جات وهي ما هضراتش معكم، ما بانتش معايا هاد العشيه حيت جات عيانه، راكم عارفين مع السفر وداكشي بقى عيانه سخفانه فتره في الطياره، فقلنا ان شاء الله حتى الغدا وغادي تصور معايا فلوقات.
ايوا هادشي اللي كاين. المهم بنات اللي ما دايراش ابوني تتفرج فيا في ابوني، كنتمنى تنزل دير ابوني باش القناه ديالنا تكبر. وما تنساوش تتبعوني في الانستغرام، غنخلي لكم لتحت في صندوق الوصف. انا عمري ما شفت نصكم وزيف، مهم ما علينا، سمحوا لي البنات، ما البيجاما نصكم درت عليا غير الشال من الفوق. ايوا هادشي اللي كاين البنات، نشوفكم في فلوق جديد وفي نهار جديد على خير. باي باي.